الله اختارنا. لكن الابن الرب يسوع المسيح هو اللي تمم هذا الفداء. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كامل وحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فإذا الفداء بدم يسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء، بدمه غفران الخطايا. فيسوع المسيح قدم نفسه فدية عنك وعني، وهذا الفداء يعني الشراء بدفع الثمن. مكتوب لأنكم اشتريتم بثمن، لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم. هذا الفداء أنجز وتم بواسطة الابن الرب يسوع المسيح اللي مات على الصليب من أجل خطايانا وقام من الأموات لأجل تبريرنا حتى يعطينا الحياة الأبدية. شرانا، اشترانا بدمه، دفع ثمن حتى نكون أولاد بالتبني. التبني يعني الله تبنانا من خلال يسوع المسيح، وهذه يعني أصبحنا أولاد شرعيين للرب، أصبح لنا الميراث الكامل، يعني أخذنا الحرية الكاملة. وبالتبني أصبحنا نصرخ يا أبا الآب، لأنه تم هذا الفداء وأصبحنا ملك الله، ليس فقط بالخلق لكن أيضا بالفداء. فالله الآب اختارنا في المسيح، الله الابن الرب يسوع تمم وأنجز هذا الفداء بموته على الصليب. قدم لك غفران الخطايا، والفداء أي أنه اشتراك واعطاك الحرية ودفع عنك الدين حتى تكون بموقف أمام الله، موقف عجيب جداً، إنه عندك كل حقوق أولاد الله وشرعية الله.